جهز هذا المبنى ليكون مستشفى بمعايير عالمية، هو الأول من نوعه بولاية بشار والجنوب الغربي. لطالما انتظرت الساكنة مكسبا يختزل المسافات والوقت لأمر لا يحبذ طولهما هو العلاج. تقرب للمواطن ثم كما يقولوا نقصوا عليه الأعباء، أعباء التنقل، أعباء كان ربما كان بعض المواطنين يمشي للمدن الكبيرة يقولوا هذا مكسب، ما ماشي غير مدينة بشار حتى المدن القريبة. جيت من ولاية تندوف هنايا أول مرة ندخل هذه لدار الحكيم، طبة زينين، ما طبة يا ربي لك الحمد. جيت للوالد درت لي أنا الحمد لله، حنا كنا بكري كنا أنا الله كانوا نتنقل للشمال باش دير لي أنا. جودة الاستثمار تعكس نوعية الخدمات الصحية بتوفير اختصاصات طبية متنوعة واستخدام آخر ما توصل إليه عالم الطب من تقنيات وتكنولوجيا. فيما يخص جراحة القلب المفتوح، القسطرة القلبية، أيضا أضفنا تخصص جديد وهو جراحة بالإيكوغرافي بدون شق، فيه آخر أجهزة فيما يخص التصوير الطبي. نقوم بتكوين في كافة المجالات فيما يخص أطباء العامون ولا فورماسيون دي باراميديكو. هما دلونا هنا التكوين لمدة شهر أو أكثر ونعلمونا الماتريال. مستشفى دار الحكيم أتاح فرصة العمل أمام التهام وغيره من خريجي الجامعات والمعاهد شبه طبية. في مجال الطب من 20 إلى 30 طبيب، وفي مجال الميديكال باراميديكال والإدارة من تحول من 100 إلى 120 عامل. وهنا تكمن العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص، من شأنه تقديم خدمة راقية لفائدة المواطن.